على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين، الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يوقعان على بيان مشترك بشأن توقيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف مستوطنة كريات شمونة. شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في خان يونس. نشرة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية الجديدة من النيل للأخبار. أهلا بحضراتكم، ونبدأ بالمشاركة، مشاركة الرئيس السيسي في اجتماعات قمة مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو، حيث بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. هذا وقد وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البرازيلي بيانا مشتركا بشأن توقيع وترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على هامش مشاركة السيد الرئيس في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة بريو دي جانيرو في البرازيل، بما يعكس تقدير البرازيل لثقل مصر في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين تباحثا بشأن الأوضاع الإقليمية والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان. كما تم التوقيع على بيان مشترك بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين. هذا وتنطلق اليوم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية قمة مجموعة العشرين والتي تستمر على مدى يومين. كان الرئيس السيسي قد وصل أمس إلى مدينة ريو دي جانيرو للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، والمقرر أن تناقش الموضوعات ذات الأولوية للدول النامية. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، والتي ستناقش عددا من الموضوعات ذات الأولوية للدول النامية بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. هذا ولدى وصول سيادته إلى البرازيل كان في استقبال السيد الرئيس كبار رجال الدولة في البرازيل وأعضاء السفارة المصرية. وفي تصريحات خاصة لقناة النيل للأخبار، قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين بالبرازيل تعكس تقدير المجموعة لمكانة مصر والرئيس السيسي. دعوة مصر ودعوة فخامة الرئيس السيسي لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين، ده بيعكس مدى التقدير من ليس فقط من الجانب البرازيلي، ولكن أيضا من مجموعة العشرين التي تمثل طبعا أكثر من 60% من الاقتصاد الدولي. ده تقديرا لمصر وتقديرا لمكانتها ولمكانة السيد رئيس الجمهورية. وأوضح وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي أن الرئيس السيسي سيتناول خلال مشاركته في قمة العشرين عددا من القضايا التي تهم مصر والعالم العربي وإفريقيا.
السيد الرئيس جاي بالتأكيد هيتحدث عن مجموعة كبيرة من القضايا والشواغل اللي بتهم مصر وبتهم العالم العربي والعالم الإفريقي، القارة الإفريقية والجنوب، الدول النامية بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بإصلاح منظومة المنظمات المالية العالمية، خاصة فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن وحوكمة الأمم المتحدة، أيضا قضايا مثل قضايا المديونية وكيفية التعامل مع قضية المديونية من خلال أفكار خلاقة كمبادلة الديون وخلافه، أيضا مسألة تيسير التمويل للتنمية. وفي مؤتمر صحفي في ريو دي جانيرو وقبل انعقاد القمة، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة أن تتفق الدول على هدف تمويل مناخي طموح يرقى إلى نطاق التحدي الذي تواجهه الدول النامية. وجود هدف طموح وذي مصداقية أمر ضروري لبناء الثقة بين الدول النامية والمتقدمة وتحفيز إعداد خطط وطنية طموحة العام المقبل. إن التمويل يغذي الطموح وسيجذب شعور المسؤولية لدى جميع دول مجموعة العشرين، والآن هو الوقت المناسب للقيادة بالقدوة من أكبر اقتصادات العالم والدول المسببة للانبعاثات. الفشل ليس خيارا. وقال غوتيريش إن مجلس الأمن لا يمثل العالم الحالي لعدم وجود دولة دائمة العضوية فيه من إفريقيا أو من أمريكا اللاتينية. هناك ثلاث دول أوروبية أعضاء دائمين في مجلس الأمن، ولا توجد دولة إفريقية ولا دولة من أمريكا اللاتينية، وبالتالي فإن مجلس الأمن لا يمثل العالم الحالي. نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على أطراف شمع في علم الشعب عين الزرقاء، كما أغار على بلدات زبقين ومثلث طير حرفة
الجبين شحين في قضاء صور جنوب لبنان. وأفادت الصحة اللبنانية بارتفاع عدد الشهداء إلى 11 قتيلا و48 جريحا في غارات عدة جنوبا. ويأتي ذلك بينما أعلنت وزارة التربية في لبنان تعليق الدراسة في المدارس ومؤسسات التعليم العالي في بيروت ومناطق مجاورة لمدة 48 ساعة بسبب التصعيد الإسرائيلي. في سياق متصل، أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لقوات إسرائيلية في مستوطنة كريات شمونة، كما شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي بلدة الخيام للمرة الثانية وأصابت أهدافها بدقة. في المقابل أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن نحو 30 مقذوفا أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والغربي شمالي إسرائيل. أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره اشتبكوا من المسافة صفر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال كمين عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع، مشيرا لوقوع إصابات مؤكدة في صفوف جيش الاحتلال، فضلا عن تدمير دبابة ميركافا في مثلث دير حرف الجبين بصاروخ موجه وتدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح. وأعلن الحزب استهداف قواعد تابعة لجيش الاحتلال في مناطق حيفا والكرمل بصواريخ نصر 1 وفجر 5، وقال إنه استهدف أيضا مستوطنة معلود ترشيحة برشقة صاروخية. كما استهدف الحزب تجمعا لقوات جيش الاحتلال عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام 6 مرات بوابل من الصواريخ. واستهدف أيضا ثكنة رميم مقر قيادة كتيبة المشاهد التابعة للواء الشرقي 769 بوابل من الصواريخ مرتين. كما استهدف المقر الإداري لقيادة لواء جولاني شمالية مدينة عكا المحتلة بوابل من الصواريخ. ودوت سفارات الإنذار في الكوش وحرفيش ونطوعة وامتات بالجليل الأعلى ورأس النقورة بالجليل الغربي. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أن رشقة صاروخية بنحو 20 صاروخا أطلقت من لبنان على منطقة الجليل الغربي وخليج حيفا أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين عقب سقوط صاروخ. قالت مصادر إعلامية لبنانية إن حزب الله تعامل بانفتاح كبير وإيجابية مع مقترح أمريكي لتطبيق الهدنة. وأشارت المصادر إلى أن قيادات حزب الله تركوا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مواصلة النقاش مع الوسيط الأمريكي حول بعض النقاط الخلافية. وهذا من المقرر أن يزور المبعوث الأمريكي أموس أوكستين بيروت غدا الثلاثاء لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. كانت الولايات المتحدة قد قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار إلى لبنان بهدف وقف القتال المستمر منذ أكثر من عام، ولم ترد إسرائيل حتى الآن على هذا المقترح. وللمتابعة لمشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين في البرازيل، فقد قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البرازيلي لويز إينياسيو لولا دا سيلفا تدشين شراكة استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية، استنادا إلى الاعتبارات التالية. أولها الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من قواعد القانون الدولي المقبول عالميا، وتعزيز الحوار والتفاهم من خلال تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بين المسؤولين رفيعي المستوى من البلدين وكذلك القطاعات الوطنية الأخرى، إضافة إلى التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة، فضلا عن تعزيز المشاورات والتنسيق حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال، إضافة إلى الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية لا سيما الهيكل المالي العالمي والأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن التابع لها، وتكثيف التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية ومجالات السلام والأمن، فضلا عن وضع خطة عمل من خلال القنوات الدبلوماسية تحدد المبادرات اللازمة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية. ويأتي ذلك على ضوء مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل.
استشهد 4 فلسطينيين بينهم أطفال خلال قصف للاحتلال الإسرائيلي خيمة تأوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد عدد من الفلسطينيين على أثر قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لنازحين في مشروع بيت لهيا شمالي قطاع غزة. وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية والغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,846 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة 103,740 آخرين. قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الاتحاد الأوروبي سيدرس فرض عقوبات على الجهات التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط. وأضافت الخارجية الفرنسية أن هذه العقوبات قد تشمل المستوطنين المتهمين بالعنف في الضفة الغربية المحتلة. من جانبه قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أنه سيواصل تشجيع الدول الأعضاء بالاتحاد على دعم إقامة دولة فلسطينية. وكان بوريل قد اقترح الأسبوع الماضي أن يعلق التكتل حواره السياسي مع إسرائيل، مشيرا إلى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الحرب على غزة. يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان. ويدعو مشروع القرار الأطراف في السودان إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، وكذلك الانخراط في حوار لتمكين الخطوات نحو وقف التصعيد بهدف الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار في كل أنحاء السودان. وفي هذا السياق يدعو مشروع القرار الأطراف في السودان إلى احترام الالتزامات التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين وعدم اللجوء للعنف، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان وبلا معوقات. يستمع مجلس النواب اليوم خلال جلسته إلى بيان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني بشأن سياسات وخطط الوزارة لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء. هذا ويواصل المجلس مناقشاته من حيث المبدأ حول مشروع القانون الخاص بالإجراءات الجنائية. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مجلس النواب مراسل قناة النيل الأخبار محمود إسماعيل. محمود، بعد التحية، كيف تتابع جلسة اليوم وما يتم مناقشته فيها؟ نعم شاهيناز، بعد التحية منذ ما يزيد قليلا عن الساعة بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وعلى الفور شرع المجلس في استكمال مناقشاته التي بدأها يوم أمس حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب. وكان المجلس خلال مناقشاته يوم أمس قد ناقش ووافق على 5 مواد من بين 39 مادة هي إجمالي عدد مواد مشروع هذا القانون، بخلاف 3 مواد هي مواد الإصدار. المادة الأولى من مواد الإصدار أفصحت عن نطاق سريان هذا القانون، فيما أناطت المادة الثانية، أناطت برئيس الوزراء وضع اللائحة التنفيذية لمشروع هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. والمادة الثالثة من مواد الإصدار تتعلق بمادة النشر، ويهدف مشروع هذا القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم، وذلك في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرتها الاتفاق
الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تمت والتي وقعت في جنيف عام 51، ويهدف مشروع هذا القانون كذلك إلى توثيق أوضاع اللاجئين. ونصت إحدى مواد مشروع هذا القانون على أن تنشأ لجنة تسمى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون معنية بتلقي طلبات اللاجئين والنظر فيها، وتضم جميع البيانات والمعلومات الخاصة باللاجئين حتى يتسنى لها تقديم كافة أنواع الدعم والرعاية للاجئين، لا سيما المستحقين منهم، وخاصة ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال والنساء. مشروع هذا القانون المجلس ناقش 31 مادة من مواده، وأرجى استكمال مناقشته لجلسة لاحقة، وفي هذه الأثناء يستكمل المجلس مناقشته المعتادة للجلسة الخامسة على التوالي من حيث المبدأ حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ذلك القانون الذي يعد بمثابة دستور ثاني كما وصفه البعض، كونه يتضمن 540 مادة، ويتضمن العديد من الحقوق والحريات للمواطنين، وكذلك تلافي بعض التوصيات التي أوصت بها بعض الأجهزة التابعة لعدد من المنظمات الدولية. المجلس في هذه الأثناء يناقش مشروع هذا القانون من حيث المبدأ. بعد ذلك من المقرر أن يستمع المجلس إلى بيان وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني حول خطط وسياسات الوزارة تجاه عدد من ملفات الوزارة، من بينها ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، وتطوير المدن الجديدة وبناء مدن الجيل الرابع، وكذلك إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات، وغير ذلك من المتعلقة بوزارة الإسكان، في انتظار وزير الإسكان لإلقاء بيانيه في هذا الشأن ربما يكون منذ بعد قليل. شكرا جزيلا لك الزميل محمود إسماعيل من مقر مجلس النواب، مراسلي الأخبار كنت معنا، شكرا جزيلا. نفت وزارة السياحة والآثار وجود أي أعمال هدم لأحد أحجار الهرم الأكبر خوفو. أوضحت الوزارة أنه ردا على الفيديو المتداول بشأن أعمال تفسر على أنها هدم لأحد أحجار الهرم الأكبر خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، توضح وزارة السياحة والآثار أن ما يظهر بالفيديو ليس هدما، بل هو إزالة لمواد بناء حديثة أو ما يسمى بالمنى غير الأثرية، وتم وضعها قبل عقود مضت لتغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم. وأضافت أن المجلس الأعلى للآثار يقوم حاليا بإزالة هذه المواد ضمن مشروع تحديث شبكة الإنارة الخاصة بالهرم الأكبر، وذلك دون المساس بجسم الهرم أو أي من أحجاره الأصلية. نذهب مع حضراتكم إلى أخبار المال والأعمال، حيث أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي بدأ دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز خلال الأشهر الأخيرة بوتيرة أسرع، والاستفادة من الحزم التحفيزية التي قدمها قطاع البترول للاستثمار في هذا المجال. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في احتفالية العيد القومي 49 للبترول المصري، حيث أشار إلى المجهودات الواسعة للتعاون بين قطاع البترول وشركائه، وذلك أيضا مع الاستثمار العالميين والمصريين سعيا نحو تزايد للمعدلات الإنتاج والاحتياطات من الثروة البترولية. أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تستهدف تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، وذلك خلال استقباله لوفد من مؤسسة التمويل الدولية، حيث أشار وزير الكهرباء إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، فضلا عن التوسع في أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية. تشارك وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في الشق الوزاري للدورة 29 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP29، والذي انطلقت فعاليته من 11 إلى 22 من نوفمبر الجاري. قالت الوزيرة إن مصر تتطلع لتلبية طرح الدول بالوصول إلى هدف جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن
والقدرة على الوصول إليه، وتتولى خلال مشاركتها مهمة رئيسية بتولي القيادة المشتركة مع وزير البيئة الأسترالي في تسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ ممثلة في الدول النامية. في ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم العناوين. على هامش مشاركته في قمة العشرين، الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يوقعان على بيان مشترك بشأن ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف مستوطنة كريات شمونة. شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خيمة تأوي نازحين في خان يونس. مشاهدينا، ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت mail.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.